هنبدأ معاكم أول درس في طريقة رسم الشعر. تمام، هنعمل لير جديدة ونسميها الهير بيز أو أي حاجة يعني زي ما نحب. هنضيف عليها الألوان الأساسية بتاعة الشعر زي ما بدأنا كده في الجلد في البشرة. هنبدأ ناخد بالآي دروبر تول ونبدأ نرسم في الحدود اللي رسمناها في السكتش الألوان الأساسية اللي موجودة عندنا في الشعر. زي ما شايفين كده هنمشي على الحدود بفرشة صغيرة عشان بس نظبط الحدود بتاعتنا. طبعا بنكبر ونصغر دي اللي هو دول حروف الجيم والدال بالعربي، بتكبر وتصغر الفرشة في الكيبورد حروف الجيم والدال بالعربي اللي هما القوس، قوس اللي شكله مستطيل ده مفتوح ومقفول. زي ما احنا شايفين كده خدنا لون من الشعر الاساسي وهنبدأ نضيف بس بالاماكن في الاماكن اللي هي في السكتش. طبعا ده بس اساس كده زي ما بدأنا في رسم الجلد، اساس طبعا كل ده هيتغير في الاخر. هو عموما طريقة رسم الشعر برضو هنعتمد على نفس الشكل برضو بفرشة عادية، وهنبدأ ننعم على اساس ان احنا بنحدد شكل الخصل بس في الاماكن بتاعتها مع التنعيم، وبعد كده في الاخر هنبدأ نضيف الشعر نفسه بقى اللي هيدينا الشكل الطبيعي. نبدأ نضيف شعريات صغيرة كده عشان تدينا الشكل الطبيعي بتاع الشعر. هنكمل بنفس الشكل لحد ما نكمل المساحة بتاعتنا كلها اللي محتاجين نرسمها. ده تقدروا تقولوا مبدئيا اللون الأساسي اللي موجود في أغلب الشعر. هنبدأ نضيف عليه طبعا الغامق والأغمق منه وندمجهم في بعض. طبعا رسم الشعر من الحاجات اللي هي يعني فيها صعوبة الحقيقة في الخصان بالماوس، بس ان شاء الله يعني ما كانش بعرف عشان بعد الفيديوهات دي هي اكيد ان شاء الله هتفرق معاه. تحديد بس صغير كده للخصل اللي موجودة بره الشعر. هنبدأ ناخد الألوان الأغمق واحنا محددين أماكنها في السكتش، ونبدأ إن احنا بس نحط ألوان كده بشكل عام. ممكن نقلل الأوباسيتي وندمج، نقلل شفافية الفرشة وندمج براحتنا زي ما اتفقنا، بنعمل كل حاجة تدريجي. هنبدأ ندمج كده واحدة واحدة. عندنا شوية خصل موجودة زي ما انتوا شايفين كده محددين اماكنها، ف مجرد بس كده ايه دليل على وجودها. في عندنا طبعا لون افتح واخد مساحة كبيرة من الخصل الامامية كلها. دمج بسيط كده في البداية. اعتقد اللي شاف دروس البشرة الدمج بقى بالنسبة له دلوقتي حاجة سهلة. في عندنا ظل بسيط كده في واحدة من الخصل، خصلة كبيرة موجودة في الشعر، مش عارف ايه الستايل اللي لسه عامله ده الحقيقة. طول عمره طيب كده وفي حاله.
تقريبا وجود نيمار وداني ألفيش أثر عليه. المهم يعني نكمل مع الألوان بتاعتنا، طبعا المنطقة دي أغمق وأقصر، وهنكمل مع الدق. المنطقة اللي كنا سايبينها فاضية من الرسم أخيرا هتتملي زي ما شايفين، حاجة كده اللي هي رف يعني، مجرد بس وضع للأماكن العامة اللي هنشتغل فيها على لير لوحدها الأول، وبعد كده بنبدأ ان احنا ايه نظبط واحدة واحدة. برضو بنفس الشكل في الدقن، عاوز تعملها على لير لوحدها، عاوز تعملها هنا براحتك، بس احنا قلنا طالما كله شعر يبقى نعمله كله على ايه لير واحدة وخلاص. بنفس الشكل هناخد ألوان بالاي دروبر تول، نبدأ ندمجها مع بعض، يعني مفيش حاجة جديدة يعني. بعد كده هنبدأ نقلل الفرشة واحدة واحدة ونظبط الشعريات بقى الصغيرة واحدة واحدة كده. طبعا المنطقة دي غامقة شوية، في ناس انا شفتهم بعتولي كده بعد الفيديوهات بتاعت رسم الجلد، شفت ناس طبقت الرسومات الوارثة، ما شفتش حد رسم الجلد لكن العين والكلام ده، وشفت فعلا ناس مستواها كويس. لو اي حد بيتابع الكورس وعاوز يبعت لي انا شخصيا على الاكاونت عندي على الفيسبوك يبعت لي نتائج طبعا اللي هو كده، لو في تعليق لو في نصيحة لو في اي حاجة ان شاء الله اقولها له. ده بس نحدد كده بورشة اصغر شوية، مجرد بس الاحساس كده ان في حاجة موجودة. اي غلطة طبعا زي ما اتفقنا عندك Alt Control Z بيرجع، وبأكد تاني حاول تحفظ الاختصارات دي، بتفرق معاك في الشغل شوية، لان احنا كده كده شغالين في الماوس بالماوس، فطبيعي ان الشغل يكون اصلا بطيء، فنحفظ يعني اي حاجة تسرع الريتم بتاعنا شوية. هنكمل مع الدق، الدقن بتاعته فيها الوان كتير، فيها درجات كتير موجودة. هنملأ المنطقة الأخيرة، مجرد بس شوية درجات ألوان كده. طبعا كل ده هيتغير في الآخر بس ده الأساس. المناطق الصغيرة هنزوم ونشتغل عليها، في أكتر من طريقة لرسم الشعر زي ما قلت ورسم الدق. أنا نفسي في كل مرة برسمهم بشكل مختلف، بحاول يعني أتعلمهم بشكل مختلف، بس أعتقد الطريقة دي يعني لحد ما هتكون كويسة رغم إنها بتاخد وقت كبير الحقيقة. طبعا شكل الصورة كده أفضل كتير من ما كانت متسابة منطقة فيها مش مرسومة. عندنا طبعا باقي منطقة اللي هو البق بتاعه أنا سايبها، هو في العادي إن أنا برسمه أصلا بعد العينين، بس عشان هو في الرسمة هنا صغير قوي وبعدين الشعر معدي عليه، فأنا قلت أرسم الدقن الأول وبعد كده أرسم المساحة الصغيرة دي. باخد لسه شوية كده على ما نرسم البق.
نظبط بس الحدود. هنكمل بقى احنا في المرة الجاية، هنبدأ ندمج الألوان مع بعض بشكل أكبر، ونحاول نبين الخصل في أماكنها إلى حد ما. هتبقى برضو خصل كده، مش هتبان طبيعية، خصل بس كبيرة كده في أماكنها، بس يعني إيه، حاول تظبيط الشكل عن كده. وفي الآخر خالص زي ما قلنا، هتبقى في مرحلة في الآخر خالص هي اللي بتبين الشكل الطبيعي للشعر. كده تقريبا حطينا كل حاجة في أماكنها، وحددنا بشكل مؤقت كده شكل الخصل. مجرد تظبيطات بسيطة، ممكن ما تستهلكش فيها وقت، لان طبعا المراحل اللي بعد كده زي ما قلت هيبقى فيها شغل كتير جدا عن كده. اعتقد كده وصلنا لنهاية الفيديو الاول، الوقت قصير شوية، بس خلينا في مرحلة مرحلة كده، ونشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي مع تكملة رسم الشعر.